انا بموت بموت يا لا في داهية وحيد انا بموت. وازيكم يا رجالة عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد دي افجر جيمرز في المجرة. الفيديو ده يا جماعة زي ما هو مكتوب قدامكم باين جدا من عنوانه ان ده مش فيديو لاحتراف بابجي بدون روت ولا اني قتلت 30 كل سولو سكواد، لان الفيديو ده فعلا عبارة عن مجموعة لاعبين تم اغتصابهم عيب عيب محمود حط تحت اغتصابهم دي 300 خط في لعبة بابجي بس مش اكتر، والفيديو ده نازل بس للهلس فقط لا غير، فبلاش كلام كتير وبينا نخش على الفيديو. الحقوني تعال 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 ورا السنجوم ده تعال اهو حد تقف كده رافع فرج تقف بصدره يا مروحه ابيض مش هينفع مش هينفع شايف تعال اهو يخرب بيوتكم يا فرج انا يخرب بيتك موته الاول يا متخلف 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 الواد داخله وعمال حق ابيض انا هوي بوتشينك ايه يلا احنا بنلعب في جيم تاني اسمه سان هوك سان هوك اساسا مش بقولك انا هتشل خش يا عم يمكن نعوض الجيم ده ان شاء الله. اه يعني احمد وحيد السبب. الله وانا مالي يا لندن هو دخل احنا ما خدناش بقى احنا دخلنا على اخوانا يا عم دخلنا على اخوانا هم واقفين مستنيين لفوق واحنا نزلنا فوق جبل مستنيين الاسلحه يعني عشان ننزل نلم بس هنا ايه فتحت عندك ولسه فتحتش عندك يا فرج لسه يا عم لا هنخليها ارنجل المره دي اظن ارنجل انتوا حافظينها وهنزلك بوتشينكي طبعا طبعا بتحب مصر بتحب مصر وحضرتك بتحب مصر طبعا وانا بحب مصر امال اه طبعا اه ما نشوف طبعا امال لسه فتحتش عندك فرق هيعملوا ريدي بقى يلا بيعمل استنى ألم في المكافآت دي أيوة تاخد لنا بوت يلا غريب ماشي أنا هطير قبل ما حد يرجع الكلام هو الجيم هيطير بلاش ألبس البوت يعني يا عم استنى ألبس البوت الجديد ألبس البوت الجديد يلا أيوة بس كده بس عيب عيب محمود يلا يلا بينا يلا كل واحد في بيت بقول له اهو مش لما ننزل الاول مش ننزل عشان كده ننزل الدم مش تاني اه يا فرج ننزل في بوتشينكي تمام بس مش لا بس مش هننزل في بوتشينكي على طول هننزل جنبيها كده بشويه نلود في البيوت الفردانيه اللي جنبيها كده وبعد كده نبتدي نخش احنا لو نزلنا بوتشينكي هننزل المصنع يا عم لا مصنع ايه مصنع ايه احنا ننزل للسجن يا هيبقى في ناس كتير لا يا عم السجن اهو هيبقى في ناس كتير هيبقى في ناس كتير يا جدعان خلينا مصنع والله يا جدعان مصنع حلو بصوا يا جدعان بصوا اسمعوا كلام بس اسمعوا كلامي تمام بس ما هتكفينا في الاماكن دي لا ما تقلقش هتكفي هتكفي وزياده اصلك هنبقى اصلا جنب موتشينكا على طول ما تقلقش خلاص انا عملت علامه على الكلام بصوا انا هعمل عليها علامه عليها برضه احتياطي عشان يبقى الكل شايف في الماب هنا لا بص هنا هنا بالظبط تعالى قبلها بقى اللي جنب السكول دي بتقول ايه ماشي خلاص تمام انت اللي جنب السكول خلاص تمام عشان خلاص نروح على هناك خلاص واحنا كده كده رايحين لبوشينج فاهم هو المشكله ان احمد وحيد اصلا مش سامعنا فما اعرفش بقى هينزل ولا هيلحقنا ولا هيتني في الجو ولا ايه وحياتهم طيب شايفنا بقى معلمين اجهز يا فرج اجهز
يلا يا رجاله جاهزين؟ برجاء جميع المسافرين حمل حقائق. واحد اثنين ثلاثة نطوا. على العلامة، على العلامة، محدش يروح في حتة تانية. تقريبا صعبك هينزل في ده، هو خد منعطف لوحده خالص. استنى هو جاي معانا، معتقدش المنطقة دي هتكفينا. لا يا عم تكفي يا عم، بس احنا مش هنلم، احنا يا دوبك نلم بس سلاح، بس نسلك بيه طنة كده بس، وشنطة وفوزة. انا اصلا انا نازل على بيت اساسا يعني، اهو يعني بيت له وحيد كده، نزلت اهو خلاص اهو. بس هنخش نجيب لنا سلاحين تلاتة كده. سامعني؟ سامعك يا عم. ادي وين بيو يا عم، شط بس العدو. عربية كمان كده؟ لا طلعت مش عربية. يلا ادي خوزة. سكار، سكار، لقيت سكار، عاش. في عربية هناك. انا رميت اليو ام بي، حد عايز يو ام بي؟ لا ده في عربيتين. حد عايز يو ام بي؟ لا لا لا، يو ام بي اهو الطلب بتاعه. استنى العب بالسكار ولا اليو ام بي؟ نجيلكوا الاول. خد اللي في السريع. ايه ايه يا اسطى، ده مش بيت، ده جنة، ده فندق خمس نجوم. لا مش معقول، مش معقول، مش قابلين على اي حاجة. عربية جاية. ها انا اللي جاي، انا اللي جاي. انا فكرت. لا ما تقلقش، انتوا حياتي لو ودتوا البيوت يا جدعان. لقيت مثبت كمان اهو. ايه يا عم ده، ايه يا عم في ايه؟ انتوا حياتي لو معلم عليك الاول. انا اخش اول، تعالى المصنع اللي هناك ده الاول، لقيك فاضي او تلاقي في حاجه توصل. محدش لقى الام فوق قدامه. ايه ام هنا اهو، عارفين الاي كي ام؟ حد عايز اي كي ام؟ هو فين؟ انا معايا اي كي ام. في ام بي كتير قوي هنا اهو، طب كتير فين؟ استنى جاي عايز حاجه بقى. هو المصنع ده انا عايز مني او قناص يا جدعان، اي حاجه معايا. بندج اهي، عايز بندج. يلا جايين انتوا هنا يا جماعه. استنوا، ده في بيت هنا ما تسويش. لا ولا تسوي ده. عايز اتفضل جاي اهو. روح بقى على المنطقه اللي هناك دي. لا اعمل عليها علامه دي بسرعه قبل ما تتلوث. محدش معاه طلق سبعه يا جدعان؟ طلق سبعه معايا؟ لا مش معايا. هو يزولنا ولا ايه؟ هو مين اللي بيلف ده؟ ايه يا ابني في ايه؟ ماشي طب بتقف. يلا خش بقى المدينه اللي هناك دي. فين ايه يا ما متعلمه ولا لك على الخريطه؟ انت ماشي العكس، ماشي العكس. لا صح يا عم. انت مين اللي معلم، الاخضر ولا الاصفر؟ الاصفر. افتكرت يا عم. ايوه اركن بقى هنا. بس تروح فين؟ بس بخمس. تخمس؟ خمسه على دماغك ده بعيد. لا بس تصدق ده نعمه، ده نعمه نعمه يعني. هات الام 4 بدل الاي كي، هاتوا قد مساحه. عرفت ان احنا بنعمله ده كله يجيب نتيجه في الاخر. بس يا باشا الجيم ده بتاعنا يا باشا. طبعا بتحب مصر؟ بتحب مصر وحضرتك بتحب مصر؟ طبعا وانا بحب مصر. امال؟ لا مش مطمن، عايز اشوف بعين النتيجه يا باشا. كل حاجه انت معاك فرج يا باشا. اهو قال لك، اهو جاب لك الخلاصه، انت معاك فرج يا باشا. حط الاستكور في الايه؟ في الميني. انا عايز الميني، انا معايا سكوب فور حطه على الميني. انا عايز اجيب سكوب 6 وسكوب 8، حد يجيبهم عشان انا بحب اقعد. انا معيش سكوبات خالص يا عم،
ما في منهاش قلق. اهو لقيت سكوب 6 اهو. انت ابني ما تقوم بهاك باين ولا ايه؟ في ايه؟ امور ازاي؟ سكوب 6 هناخد الطاسه بقى بالمره. ايوه كمان طاسه كمان ما مليتهاش. ميه مش حاجه هنا؟ مفيش. يلا يا شباب على بوشيكي. ناخد ايه؟ ناخد ايه؟ اه حلاوه ده كان لسه هترشق في وشي. لسه بتمشى لقيت واحد هوب في وشي على طول. عايز واحد شفت نازله فوقيه. مفيش اي سكوب هنا يا جدعان. سكوب حد معاه سكوب زياده؟ عايز سكوب كام؟ اي سكوب. انت معاك سكوب كام؟ انا كنت راميه في الشقه دي فين؟ هنا؟ اه هو سكوب ثلاثة اهو. فيه؟ اهو هنا اهو. عملتلك عليه اعلان. تمام. يا ابني اللي داخل بالعربية ده مين اللي سايق؟ مين المتخلف اللي سايق؟ كده لسه ما فيهاش شوكولاتة يا عم اهو. ها؟ ما فيهاش مربى يعني. انت شطلت ولا ايه؟ انا تسيب وانت معاك فرحان قوي كده ليه يا اخويا؟ ولا انا؟ عند سوق. تمام خدنا السكوب. يلا. يا عم اركب يا عم. يلا رجالة. على الله. ايوه على بوشين كده. يلا بينا. خلاص انت ما تيجي تعرفهم احسن اللي احنا جايين. بفرح امك هو كده بقى. عايز واحد ينشك بسنايبر في دماغك وانت سايق كده. بس خلاص يا ده يركن بس يركن. الله نور يا استدومة. بس انا بقى مش عايزها تصحى في الزحفة اللي هي زحفتها. يا لهوي مش بقول مش بقول لك مش بقول لك يا ابني الموت خلفها. حمار تعال حمار 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 والله الحمار مش عارف ايه كلكم متوا متوا بالعلم. عيل حمار داخل عمال يزمرني وموس جثث. احنا الاربعه مرميه ايه متخلف ابو التخلف على الطرام. انت سايق تاني ولو صوت على انت بقى فرقالك الكاوتش. يا ابن اللي دخلنا انت والله غلطه يا اسطى. ايه يا عم بلا قرف انت بتهزر والله. فقت وقررت اجري فيه ولا حد غيري هيقدر ينقذني. انا عطاري ضوء القمر بيزيد سطوع